إنه يراك تابع خطاك، فلتريه ما تود أن تراه في الوجود مدها يداك مدها يداك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم غدا ماجد، وبنكمل موضوع البوليمرايزيشن، وهنركز على حاجة معينة وهي الفري راديكال اديشن. طبعا احنا بدأنا الكلام عليها المرة اللي فاتت، النهاردة هنبدأ ندخل بتفاصيل أكتر لجزء جزء فيها. بفكركم بس البوليمرايزيشن، كنا اتكلمنا ان البوليمرايزيشن رياكشن كان في نوعين، اديشن او تشين جراس والكوندنسيشن او ستيب جراس رياكشن. وكنا قلنا ان التشين جراس او الاديشن رياكشن بيعتمد على اضافه عدد من المونيمر لوحدهم بدون فقد اي جزيء منهم. نفس الايثيلين، لو انا عايز اعمل بولي ايثيلين بيتضاف الايثيلين على بعضه بدون اي فقد بنفس الوحدات عشان اكون البولي ايثيلين، وهكذا مع معظم البوليمر. في نوع تاني بوليمرايزيشن اسمها كوندنسيشن رياكشن، ان انا في اتنين مونيمر بيتفاعلوا مع بعض بستأصل مولكيول منهم صغير، والناتج بيتحد مع بعض يكون لي البوليمر بتاعي. ده بس للتذكرة. كمان اتكلمنا على الفري راديكال بوليمرايزيشن. قبل الفري راديكال بوليمرايزيشن كنت عايزة افكركم ان في حاجة اسمها ان الاديشن رياكشن، الاديشن بوليمرايزيشن كان في منه فري راديكال وكان في كاتيونيك وكان في انيونيك. كان الفري راديكال كان بيعتمد على ان الجزيء بيتكسر بيكون فري راديكال، وكان ليه ثلاث مراحل، اللي هما initiation propagation والترمينيشن. واتفقنا الانيشيشن دي اللي بتبدا التفاعل، بان انا بيتحول المولكيول بتاعي لفري راديكال، البروباجيشن استمرار اضافه مونومرز لسلسله البوليمر الناتج، الترمينيشن هو يعتبر ستوبنج للرياكشن او ستوبنج للبوليمر فورميشن، بيوقف البوليمر لحد السلسله دي. يعني عندنا كنا بنتكلم ثلاث خطوات للفري راديكال، انيشيشن بروباجيشن ترمينيشن. كل ما واحده من دي بتبقى لها انواع وطرق مختلفه. فاحنا النهارده ان شاء الله هنتكلم في الانيشيشن رياكشن، اللي هو اول خطوه في ميكانيزم الفري راديكال اديشن. الفري راديكال انيشيشن ممكن يبقى كيميكال انيشيشن او ثيرمال انيشيشن او باي راديشن او انيشيشن باي راديشن. يبقى انا عندي مرحله الانيشيشن دي او المرحله الاولى او الخطوه الاولى في الميكانيزم بتاع الاديشن بوليمرايزيشن. الخطوه دي ممكن لها كذا طريقه بتستخدم فيها، الكيميكال والثيرمال والانيشيشن باي راديشن. طيب ايه الكيميكال انيشيشن؟ من اسمها كده كيميكال، فالانيشيتور بتاعي بيكون كيميكال سبيشيز، يعني في حاجه بتتحط او كيميكال بيدخل مع التفاعل في الاخر، في الغالب بيكون كاتاليست. يعني الكاتاليست ده بينيشيت التفاعل، هو ده اللي بيتفاعل مع المونومر بتاعه ويطلع لي انترميديت كومباوند. الانترميديت ده بيكون فري راديكال. الانترميديت كومباوند ده بيكون ناتج تفاعل المونيمر الاساسي بتاعي اللي داخل في التفاعل مع الانيشيتور بتاعي. في امثله كثيره جدا من الانيشيتورز زي البيروكسايد، الاليفاتيك ازو كومباوندز، ودي بتستخدم في تكوين الفاينيل كلورايد في البوليمرايزيشن بتاع الفاينيل كلورايد. وفي زيجلر كاتاليست. زيجلر كاتاليست ده مشهور جدا في تفاعلات زيجلر او زيجلر بوليمرايزيشن، بيستخدم حاجه اسمها زيجلر كاتاليست كانيشيتور، وده بيكون بيتكون من اورجانو ميتاليك كومباوندز وميتاليك هالايدز، دايتراي ايثايل الومنيوم وتيتانيوم تترا كلورايد. دول ممكن يستخدموا كانيشيتور في عشان يبدا لي تفاعل بتاع المونيمر لتكوينه فري راديكال، ان هو يوصل لفري راديكال. يبقى الكيميكال انيشيشن مرحله الانيشيشن او خطوه الانيشيشن بتاعته بتنتج عن طريق تفاعل كيميكال سبيتش معين، كيميكال سبيتشز معين، او ساعات بيبقى كاتاليست بيدخل في اول خطوه عشان يكون لي فري راديكال بتفاعله مع المونيمر بتاعي فيطلع لي انترميديت كومباوند، ده بيكون عباره عن فري راديكال، وبعد كده بيدخل مرحله البروباجيشن بتاعته.
وده كان اول نوع من الانيشيشن. ثاني نوع الثيرمال انيشيشن. الثيرمال انيشيشن بيعتمد طبعا من اسمه كده على ايه؟ على الحراره. يبقى انا المونومر بتاعي اتعمله دي كومبوزيشن باستخدام الحراره، بيحصل ثيرمال دي كومبوزيشن اوف ذا مونومر زي تفاعل الستيرين بينفصل او بيحصل له دي كومبوزيشن عشان يتحول لبوليمر، عشان يتحول لفري راديكال، عشان يتحول الستيرين فري راديكال بيحصل له دي كومبوزيشن بالهيت. طبعا المرحله دي فيها مشكله ان هي بتطلع لي سايد بوليمرايزيشن، يعني بتطلع لي بوليمر ملوش لازمه او بوليمر انا مش عايزاه. فبيكون حلها ان هم مع التفاعل بيحطوا حاجه اسمها سكيل انهبيترز او سكافنجرز براديكال، ان هي خد لي الراديكلز اللي انا مش محتاجاها عندي عشان ما يكونش الايه الانديزايرد بوليمرز دي. طيب النوع الثالث من الاشياء من الانيشيشن او انيشيشن، طبعا طبعا بفكركم ان هي الخطوه الاولى للايه، الخطوه الاولى لل عملية الميكانيزم بتاعة البوليمرايزيشن. النوع الثالث من الانيشيشن او الخطوة الاولى في ميكانيزم البوليمرايزيشن وهي تحويل المونومر لفري راديكال هو انيشيشن باي راديشن. طبعا من اسمها كده باينة ان بيحصل الديكومبوزيشن للانيشيتور بتاعي بيكون باللايت او بالراديشن. يبقى انا هتدخل لي كده العامل في التفاعل وهي راديشن او لايت عشان يعمل لي عمليه الفري راديكال. طبعا الطريقه دي بتكون غاليه الى حد ما، وعشان كده ما بيطبقوهاش على اي بوليمرايزيشن، بيطبقوها بالذات على البوليمرايزيشن اللي بتحصل تحت درجة حرارة قليلة عشان التكلفة العالية اللي بتاخدها اللي بتحتاجها الطريقة دي. تاني قبل ما انهي الفيديو النهاردة يمكن كان كلامنا على نقطة محددة وهي خطوة الانيشيشن. ايه خطوة الانيشيشن دي؟ هي الخطوة الأولى اللي بتحصل في عملية الأديشن بوليمرايزيشن أو البوليمرايزيشن رياكشن من نوع الأديشن أو التشين جراث، وهي خطوة تكوين الفري راديكال. قلنا قبل كده إن الأديشن بوليمرايزيشن بتحصل على ثلاث خطوات متسلسلة، واحد انيشيشن، اتنين بروباجيشن، تلاتة ترمينيشن. فقلنا النهارده هنختص بالكلام الانيشيشن، وقلنا الانيشيشن دي مرحلة تحويل المونيمر بتاع الفري راديكال. واتكلمنا في الفيديو ده ان هي كان من ثلاث انواع. اول نوع كان كيميكال انيشيشن، وطبعا من اسمه بيدخل كيميكال كومباوند معين ككاتاليست او كانيشيتور بيبدا لي التفاعل او بيبدا لي التكسير في المونيمر بتاعي بان هو يتفاعل مع المونيمر ويكون لي انترميديت كومباوند، عشان بعد كده انترميديت كومباوند ده بيكون عباره عن فري راديكال عشان بعد كده يدخل في الخطوات اللي بعد كده ويكون لي البوليمر اللي انا عايزاه. وفي انواع كتيره بتستخدم كانيشيتور زي الزيجلر كاتاليست وزي كذا نوع احنا اتكلمنا عنهم. تاني نوع من انواع او من طرق الانيشيشن اللي هي بتكون الثيرمال انيشيشن او باي هيت، باي هيتنج، بتكون تحت درجه حراره. الطريقه دي بتبقى فيها مشكله شويه ان درجه الحراره اللي بيتعرض لها المونيمر ممكن تكسروا الحاجات undesired، فبالتالي بيطلع لي البوليمر بتاعي ومعاه ممكن يكون بوليمر undesired polymers، فبالتالي بيحطوا بعض المواد معاه او بعض الكومباوندز اللي بتمنع تكوين undesired compound او undesired polymer. ده كان النوع الثاني. النوع الثالث واللي افضل من الثيرمال اللي هو الفري initiation by radiation، واتفقنا ان ده مشكلته الوحيدة ان هو غالي التكلفة، فبالتالي بيقننوا استخدامه شوية، وخصوصا بيستخدم مع البوليمرايزيشن اللي بتتحط في conditions low temperature conditions. رب تكون الفيديو بتاع النهاردة يكون مفيد بالنسبة لكم. يمكن اتكلمنا على نقطة صغيرة بس هي مهمة ان احنا نعرفها. لسه هنتكلم عن البروباجيشن وطرق البروباجيشن والترمينيشن وطرق الترمينيشن، لان موضوع البوليمر ده والبوليمرايزيشن ده موضوع كبير جدا
بيتحكم لي في حاجات كتيره جدا في البوليمر اللي ناتج. ما ينفعش كل المونومرز استخدم معاها نفس الطريقه عشان ينتج لي بوليمر محدد. انا على حسب المونومر اللي داخل، على حسب البوليمر اللي طالع، بحدد نوع الرياكشن اللي انا هستخدمه، ومن جوه الرياكشن ده بحدد كل ستيب جوه الرياكشن ده هيكون نوعها او طريقتها ايه. شكرا جدا ليكم، وان شاء الله نكمل في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه يراك تابع خطاك، فلتريه ما تود أن تراه في الوجود مدها يداك، مدها يداك.